ربي يسر لساننا في تلاوة القرآن العظيم فإنه كلام الرحمن في الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الظالمين ما الذين بدلوا نعمة الله إنما يسمع أندادا ليضلوا عن سبيله والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الماء ورزقكم الشمس والقمر دليلا وسخر لكم الليل والنهار من كل ما سألتم تعلم ما نخفي وما نخفي وما يخفى الله من جانب الأجراب الزمان. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وعزام إن ربي لسميع الدعاء اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا من الظالمون إنما يؤخرون يوم تشخص فيه الأبصار من رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأهل الناس يوم يأتيهم العذاب فقل ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك وأنت من الرسل مساكن الذي ظلموا أنفسهم تبين لكم كيف ضل بهم وضربنا لكم الأمثال فاقرأوا آيات الله مروا وإن كان مروا لتزول من الجبال مغلق الرب رسله إن مالي دون الله غير الأرض السماوات ومعدوا لله الواحد الغفار يا الذي يرجع لي إنك لمجنون.
إلا بالحق وما كانوا إذا مضلين Yeah.
الأرض وما بينهما إلا بأمر وإن سادة الأمدية فسعز خجمي ربك والله العليم أتينا سماوية المثاني والقرآن العظيم جنة أنا كينا ما متنا في أزواج من الملائكة تاريخ وفي جناح المؤمن في نهاية الدين المبين أنزلنا على المتسمين يا القرآن العظيم من الأسلام والمهين كانوا يعملون ببعض المروى المنيكين كبينا كالمسلمين لا يجعلون مع الله أتى أمر الله لا تسجلوا ما يدركوا إن الله بالروح من أمر الله يشاء عبادي أنا بما أنا لا إله إلا أنته السماوات وأنا بحق تعالى ما يدركوا من نطفة والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره في ذلك الآيات لقوم يعملون لكم في الأرض مختلف الألوان إن في ذلك الآيات لقوم يذكرون سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها يا الذين أنتم شاقوا فيما يلي يهود المنع يا الله
ظالمي أنفسي قالوا غير للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنات وعلى جنات عدن يدخلون تجري من تحتها الأنهار Yeah.
بذر مما ترك عليها من ذنب ولكن يعبر من أهلهم زمن بين جاجا ما يسهل ونساعة ويستقبال لله ما يمرون وتصف ألسنتهم الكذب نسقيكم مما في البطون من بين كل ودم لوارث الزاي والشاي ومن ثمرات النخيل والأعناق يتخذون من زكاة وإذا أعطينا في ذلك لا يتلحم يعملون يا الله من التغيير يجب أن يكون من الجسد ومما يرجون نقي من كل الثمرات فاسلوا صبر ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مضيف ألوان فيه باب النادل في ذلك الآية لقوم يتفكرون وأصفاكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظتكم ولكم من الطيبات وببالهم من نعمة الله يرسلون من دون الله ما لا يملك لا مثل السماوات ولا ولا يستطيعون بالله يهدى إلا الله يعلم أنتم لا تعلمون الله مثل عبدا مملوكا لا يقدر على ومن رزقناه منا رزقا حسنا وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما السماء لا يمسكهن إلا الله إن في ذلك الآية لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصلاب وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابي سرابيكم حرا وسرابي يتغيكم كذب فلاني فيضم نعمتها عليكم لعلكم تسلمون وإنما عليك بلاء المبين نعمة الله فيضمها أكرم كافرون يوم تبعث من كل أمة Come on.
جدا عليهم من أنفسهم وجينا بك شهيدا على قوتنا انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي ارباب امتي انما يدعوكم الله في ليبين لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ان شاء الله لجعلكم امة واحده فتزل غدا بعد الخروج بعد الوسوع بما زلت بعد الليل وما لا فلنحيينه حياة طيبة ونجينا ونعم يزدر ما كانوا يعملون قرأت القرآن أشعر بالله إن أجهد الرجيم إنه ليس له سلطان الذين آمنوا على ربهم توكلوا إنما سلطان على الذين يتولون والذين هم في مشركون وإذا بدلها آية مكان آية مطمئنة يأتي رزوارة من كل مكان I'm
الإثم والسنة كل الكذب هذا حلال وهذا حرام فإن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك الله إن ربك عبادي غفور رحيم إبراهيم أمة عارضة لله حنيف ومن يقم يا مشركين شاكرا يا حبيب تبارك الله إلى صراط مستقيم في الدنيا وجادلهم بالذي أحسن إن ربك هو الله رب العزلين وأنت من مثلين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عليكم عباد الله فضلا من ربك ولتغلبوا على بصيرا إذا كل شيء حسنا تسيرا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه مجرورا اقرأ كتابك كفى بنفسك يوم عليك عزيما فإنما تدري لنفسه ومن ضل فإنما وَسَأَلَ اللَّهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
يعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا مما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما I'm gonna make you mine.
للناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشارب بذبارك لولاك ولا يدوم شيطان إلا هنورا شيط لك عليك النار وكفاك حقك وكيا الذي يزيد لكم الفلك ضل من تدعون إلا إياه فما نجاكم يغفر يعز وكارثان وكورا أفضلتم أن نصف بكم جانب البر أو نرسل عليكم عاصفا ثم لا تجد لكم وكيلا أفضلتم أن نعيدكم في تارة أخرى فنرسل عليكم عاصفا من الريح والبحر ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير من بلادنا تفضيلا كل ناس بما امنوا قد اوتي كتابا بيمينه اولئك يكتبون كتابا ولا يظلمون فتيلا يا لي احببت في الافئه اما اضل سبيلا لا قاعدة تبجل لنا
ترقى في السماء ولن نؤمن لرغيك حتى تغني علينا كتابا نرى سبحان ربي يكتب إلا بشرا رسولا نحشرهم يوم القيامة على وجوههم فقالوا ربنا رب السماوات
اعبدوا من دوني آلهة لا يأتون من دين الله فهو إلى الكافر يا سبكم ربكم يا ربي الحي لكم يومكم مرفقا أطرى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافر ذات يمين وإذا غربت تقرب ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك يا آيات الله آيات الله ونغلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط يا عين الوسيط لو انتهيت من فراق ولم تريد منهم ربا فجعلناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقه هذه التي متى عليها العباد الله ما يدركم بإذن من غير أن تخرجن بكم أحدا أعرف وجهكم أعرف في ملة عظم إلى الأبد ذلك أعبرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم ولا يعلمون عليهم ولا ربهم أنهم في حال الذي قالوا عليهم لنتخذن عليهم مسجدا يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلم إلا عين فلا تماري فيهم إلا من أعضائها ولا تستمت فيهم منهم أحدا بشأن فأعلم ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك يا نسيت وعسى أن يأتي لربي لأعلم من هذا أشدا فيك في السماوات ولم يغفر لي وأذكر ما لهم من دوني من ولي ولا يجبر لهم به أحدا من كتاب ربك لا يبدل كلماته ولن تجد من دونه ملتحدا وصرفك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا أعتدنا للظالمين نارا أعاد بهم زرادها وإن يستغيثوا فأهلوا كما يهتموا يجوزوا في الأشياء وساء مرتفعا وأعملوا الصالحات إنا لا نزل وجه من أحسن عملا وأعيش لهم جنات عدن تجري من تقديم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من جلد وأسفل مختبئا وَلَا نَمْرِيَ فِي عَلَمَا ظُنَّا تَبِي
فيها مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يغلق ربك أحدا ويقول على الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أبدا اتخذوا له Bye.
فطر ركبا في السفينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما لا يفيد البر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولا يفيد
مني يا رب الرحمة يا رب الرحمة
آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا للذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم في غفلة عن ذكر الله أولئك أصحاب النار.
فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تغرع ولا تحمل وضد نفسه وديناك من الغم وفتناك فتونا تصلي نبيا إلى ثم جدا يا موسى لنفسك الهم Bye.
عدوكم وعدا حصن فضال عليكم الأرض أمنتم أن يحل عليكم غضبا من ربكم فأغضبتم عليكم لا نبردك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأعجبهم إلى جسد فهو وانظر إلى إلهي الذي أظهر العارق الأنهار أنه ثم ليعرفنه في أمن أصحاب وكل الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء ما إليك من الله إلا حسن ولديناك من لدن أهلها عين بين الحمد يوم القيامة والنار فيه وسائل وضفقا يصفا عليما بوارد الجنة فعسى آدم ربه فهوى ربه فتاب عليه فأنتنا من آدم بعضكم لبعض عدو فإما يبلغنكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يخفى عن نار هذه فإن الأمر
سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الليل وسبح الله عينيك عينيك الله ما بطن في فَأَمَّا مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّقِيَ فَلَا يَسْتَهْزِئُ بِرُسُلِهِ
الرسول من أمرك فهذه الذين سلكوا غير ما كانوا به أزلا ومن يخلقكم من الليل والنهار إلى الرحمن قل من لربهم ورضا أمانيتم تمنعون من دونها لا يستطيعون أن أنفسهم ولا هم منا يصحبون ومتعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر نفسهم شيئا وإن كان من أحبة من يدينا بها وكفى بها حاسبين ولا دينا مرتاح أمرها بها وليها للمتين الجليل يعشى ربا بغير ومن أزواج المجوار جل مبارك وعندنا فأنتم أمرك إبراهيم لو أمروا أما يدون ذلك وكنا لهم حافظين
كشفنا ما به من ضر ولا ضير ولا ضير وجد عليه فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونغر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض آمدة بالله يا رب العالمين يا رب العالمين
سبيل الله إلا وبنت يا عبد المنزل من فوق رؤوس العظيم سلمي ما في منظور من جنود وهم مقام يوم الهدي أي الغدود إلى أمي أمي الهدود يا رب العالمين الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناتهم تجري من تحتها الأنهار سواء العاقب في مبادي ومجرد 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 الله تجرق بي شيئا وطهر بيتي للطائف يا طائفي والرفع السجود وفي الناس الحج يتوب لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام تكون منها وأذنهم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وأحلت لكم الأنعام ذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام
تذكر اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وينصرن الله وينصرن الاعلام العزيز مكناهم في الارض واقاموا الصلاه واتوا الزكاه ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنية السماء والأرض والجبال والنجوم والشمس والقمر والنجم والسماء 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 والأرض والجبال
بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصدون بالذين يتلون عليهم آياتنا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فاسلك فيها من كل زوجين اثنين ولك الا Yeah.
أمته رسولها فضل اللهم صل على محمد.